يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا الاهلي يعتبر يعني جزء من الدوله بطبيعه الحال ويعني محبيه ومشجعيه الى جانب طبعا اعضاء واللاعبين في الرياضات المختلفه، بس بصفه خاصه مشجعيه وعشاقه بيشكلوا نسبه كبيره جدا من تعداد الشعب المصري. والحقيقه برضو كلمه حق لازم تتقال، دايما النادي الاهلي بيكون من الاوائل من اوائل المؤسسات اللي بتنتهج دايما السياسه العامه للقياده السياسيه. في فقرتنا النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن الشباب وعن تمكين الشباب اللي اوصى بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا من خلال يعني اوجه مختلفه. على حد علمي المفروض ان النادي الاهلي تقريبا هو الكيان الرياضي والاجتماعي الوحيد اللي عنده لجنه للشباب. هنعرف بقى من خلال هذه الفقره تحديدا يعني تفاصيل هذه اللجنه، انشطتها، دورها المهم جدا وحجم فعاليته. هنعرف كل الاجابات على النوع ده من الاسئله من خلال الاستاذ احمد حسام عوض وهو رئيس اللجنه. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الفل. صباح الفل يا كريم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. نورنا في 10 صبح في الاهلي، ويمكن دي مش اول مره يعني نستضيف حد من لجنه تابعه للنادي الاهلي. اعتقد قبل كده كان معانا لجنه المراه والطفل. مظبوط. فيعني شغل كبير بيتم على ارض الواقع. ولو هنتكلم تحديدا النهارده على لجنه الشباب، بدايتها بقى اتشكلت ازاي؟ مين الاعضاء فيها؟ السن قد ايه؟ الاعمار؟ يعني الاول الشكل العام وبعد كده نخش في تفاصيل الاداء. اتفضل. لجنه الشباب ابتدت مع تولي المجلس الحالي، مجلس الاداره الحالي. يمكن زي ما كريم قال، احنا اول نادي يشكل لجنه شباب على 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 مستوى مصر. ما فيش لجنه شباب، في ممثلين شباب في انديه، ولكن لجنه شباب النادي الاهلي هي اول لجنه تشكل على مستوى نادي رياضي في مصر. كان ايمانا من الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته بدور الشباب وبفعالياتهم الفتره اللي فاتت، وايمانا برضو منهم بان الدوله المصريه عاوزه تمكن الشباب في ملفات مختلفه. وبالتالي كان بدايه لجنه الشباب، لجنه الشباب مكونه من 15 عضو. اللائحة تتيح التقدم لجنة الشباب لحد سن 35 سنة. ده من عفوا هو بقالكوا 4 سنين تقريبا، يعني مع من أول المجلس 3 سنين. ده تقريبا مع التوصيات اللي كان سيادة الرئيس بيتحدث بشأنها حول تمكين الشباب أصلا، وفكرة بالزبط. مؤتمرات الشباب اللي كانت بتتم وكده. كان تقريبا بعد أول مؤتمر شبابي، المؤتمر الوطني للشباب كان سيادة الرئيس أعلن عنه تقريباً. 2016 كنا احنا تقريبا 2017 آخر 2017 ابتدينا تشكيل لجنة الشباب وابتدينا شغل عليها. جميل. هو طبعا فكره ان لجنه للشباب مختصه بشان الشباب بطبيعه الحال لازم يكون اعضائها يعني اخرهم النسبه، يعني السن اللي حضرتك ذكرته اخره 35 سنه، بس هل ده بالضروره وبالتبعيه معناه عدم الاستماع لاراء اصحاب الخبرات الحياتيه المتراكمه، كبار السن اللي عندهم من الخبره والحكمه ما يفيد لجنه الشباب؟ بالعكس، بالعكس تماما. احنا ده بالعكس، احنا بنروح يعني انت عندك مثلا لو بنتكلم على كبار السن في لجنه الرواد، الاستاذ فؤاد اسماعيل هو رئيس اللجنه، بنجتمع بشكل دوري مع المهندس وليد مبروك رئيس اللجنه العليا، وبناخد منه نصايح، ولو عنده فكره خاصه بالشباب بيعرضها علينا. وبرضه احنا عندنا خاص، احنا كشباب لو عندنا افكار خاصه بالمراه بالطفل بنعرضها على الساده رؤساء اللجان وهكذا. تبادل الافكار ده شيء اساسي وموجود، وبالعكس ده يعني احنا دايما بنحب نستفيد من خبرات الساده كل الاعضاء على فكره. يعني انا يمكن كمان عاوز ادعو كل شباب النادي الاهلي اللي عنده افكار، اللي عنده مشروعات، اللي عنده حاجه عاوز يقدمها، فورا يتواصل مع لجنه الشباب. يمكن في ناس مش بتحضر او مش عارفه ان في نشاطات معينه للجان، فبدعو من خلال البرنامج انه يا ريت الشباب والكبار والنساء والاطفال يتشوفوا اللجنه المختصه بيهم ويتواصلوا معاها فورا، يعرضوا عليهم مشروعاتهم وانشطتهم على طول فورا، وبنستجيب ومجلس اداره في دارنا في الحته دي الحقيقه. يعتبر زي منفذ يعني للشاب ان هو يقدر من خلالكم يقدر يحقق او حتى لو خطوات اولى لحلمه، يعني نقدر نقول كده ده، او انتوا بتدوه الامكانيه لتحقيق ده. بالزبط. دي حاجه محترمه جدا. طيب هل مثلا اي مبادرات بتتم اتباعا مع وزاره الشباب والرياضه، ولا في حاجات منفصله برضه نفهم؟ في حاجات النادي الاهلي بيشتغل عليها لوحده من خلال مجلس الاداره والاداره التنفيذيه، وفي حاجات وزاره الشباب يمكن وجهت لنا الدعوه من فتره الدكتور اشرف صبحي، تشرفت بدعوتي لحضور اجتماع مع الوزاره خاص بالمبادرات الشبابيه والانشطه اللي بتقدمها الوزاره خاصه بالشباب. طبعا اي مبادره او نشاط بتقدمه الوزاره لازم اللجنه بتقدمه لمجلس اداره النادي الاهلي، بناخد الموافقه عليه الاول وبعدين نبدا نشتغل عليه. الفترة اللي فاتت احنا شغالين على كذا ملف، ملفات رياضية، ملفات تعليمية، ملفات تطوير، ملفات تثقيفية، كل ده عشان نقدر نجمع أكبر قاعدة شبابية ممكنة، ودي أحد أهم أهداف لجنة الشباب. أنت محتاج تلم قاعدة شبابية محترمة
بتحاول تجمع كل الاهتمامات بتاعت كل الشباب في بلاتفورم واحدة عشان تبدأ تشتغل عليهم، تشوف هم عاوزين ايه، محتاجين ايه، اللي عنده فكرة، اللي عنده مشروع، اللي عنده نشاط عاوز يعمله. ده دور اساسي من ادوار لجنه الشباب، وهي حلقه الوصل ما بين الشباب. بس عفوا استاذ احمد، التمويل يعني مثلا شاب جه عرض على حضراتكم فكره مشروع مثلا عايز ودرسه كويس جدا، التمويل بقى لو مثلا بيحصل ازاي؟ يعني انا عايز بس الاليه على الارض ازاي. نقطه مهمه جدا، المشروع ما اقصدش انه ممكن ما يكون مشروع بمعنى مشروع استثماري محتاج تمويل ومحتاج راس مال، ممكن يكون مشروع عاوز يعمل حاجه على ارض النادي، عاوز يعمل عنده فكره تسويقيه خاصه بالنادي، عنده فكره تكسب النادي بشكل او باخر. كل ده احنا اوبن ليه وبنشتغل عليه وبنقدمه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية طبعا. بشكل آخر لو في حاجة من النوع اللي حضرتك بتقولي عليه ده موجود ومتاح، بنقدر احنا عندنا بدأنا مؤخرا نتكلم مع كذا مؤسسة برة، ان احنا اللي عنده فكرة تسويقية، عنده فكرة استثمارية، ازاي نقدر نمولها من خلال لجنة الشباب، نكون وصلناه بالشكل الطريق اللي يبتدي ويمشي فيه. بالمناسبة خدمات لجنة الشباب إنجاز التعبير موجهة فقط لشباب النادي الأهلي ولكل من هو منتمي لهذا الكيان، ولا تعدت حدود النادي الأهلي وفيها يعني خدمة مجتمعية بشكل عام؟ لا طبعا، ال- 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 الخدمة المجتمعية بشكل عام ده أساسي. دور اللجان هو دور خدمي لأعضاء النادي الأهلي، ودور خدمي لأعضاء أو للدور المجتمعي بتاع النادي الأهلي. احنا ناس كتير جدا بتبعت لنا يقول لي أنا عندي فكرة كذا كذا عاوز أعملها للنادي الأهلي، هو مش عضو في النادي الأهلي طبعا، باخدها وبسمعه، بالعكس انا باخده من ايده واديه للمسؤول اللي مختص بهذا الملف، سواء كان عضو مجلس اداره او سواء كان مدير تنفيذي او بقول له هذا الشاب عنده فكره كذا كذا عاوز يخدم بيها النادي الاهلي، مش عاوز حاجه، هو حبا في النادي وحبا في الكيان. فبالعكس طبعا بنشتغل عليها بالشكل ده. طيب خدنا كده يعني على ارض الواقع شويه، انتوا مثلا بتعملوا اجتماعاتكم كل قد ايه؟ ولما بتبقوا مثلا مجتمعين الشاب او اي شخص بيدخل عليكم يقول لكم ايه؟ يعني اسلوب الشغل او العمل اداء على الارض بيبقى ازاي؟ بصي احنا زي ما قلت لك احنا 15 عضو بنجتمع بشكل شهري، يمكن موضوع الكورونا شهريا فقط مفيش بنجتمع بشكل شهري الا لو في فعاليات. مشروع فعاليه معينه بنبدا بقى احنا شغالين بنظام مؤسسي مصغر شويه. يعني لو في فعاليه معينه انا بدي فيها مثلا الفعاليه دي لاربعه من اعضاء اللجنه او خمسه على حسب حجم الفعاليه، بيبتدوا يشتغلوا عليها، بيبتدوا يجتمعوا، هو يدوني بيها ريبورت وانا بالتبعيه بديه لرئيس اللجان العليا وهو بيديه لمدير التنفيذ وهكذا بشكل مؤسسي او بشكل منظم، نبتدي نشتغل عليها بالشكل ده. مناقشه الافكار او مناقشه المشروعات دي بيتم فيها اجتماعات شهريه وبيتم فيها اجتماعات دوريه مع رئيس اللجنه العليا ومع اعضاء اللجنه العليا طبعا كلهم، وبنبتدي نقدم هذه المشروعات للاداره التنفيذيه والمجلس الاداره من خلال اللجنه. بس المشروعات دي مش فقط يعني ايفنت صح كده؟ يعني مش مثلا ايفنت بيتعمل وبيتصور وخلاص، لا ممكن يبقى ورك شوبس مثلا طبعاً. ممكن يبقى حاجات زي كده طبعا طبعا. يعني احنا انا عايز اقول لك حاجه، ان احنا في اول تولي مجلس كابتن محمود الخطيب الفتره اللي فاتت حصل اجتماع مع الكابتن مع كل اللجان، واحنا كانت لجنتنا معاهم، قال لنا كده لفظا انتوا حدودكم يعني مالكوش حدود في التفكير، اشتغلوا على كل حاجه، مشروعات استثماريه، فعاليات، يعني الحاجات البسيطه حتى اللي على الارض اللي بتخدم اعضاء النادي، الدور المجتمعي، اشتغل على كل حاجه واحنا في ظهركم وبنشتغل. وده فعلا اللي حسيناه واشتغلناه الفتره اللي فاتت. على ذكر اللي بتشتغلوا او هتشتغلوا لسه عليه، وبرضه بحكم موقعك في لجنه الشباب في النادي الاهلي، اكيد لمستم احتياجات الشباب، نواقص الشباب، اهتمامات الشباب، لقيتوا ايه كده باختصار؟ بص انا دايما عندي يعني سؤال حلو قوي، دايما الشاب محتاج اللي يسمع تفكيره، اتجاهه، يبدا يوجهه. ممكن يكون في فتره معينه في سن الشباب يكون هو تايه شويه في اعمل ايه، اروح فين، ابتدي ازاي، اشتغل ازاي، طب عاوز ابتدي الحته دي. حب كل واحد بيحب النادي الاهلي تحديدا، لو بنتكلم على لجنه شباب النادي الاهلي، كل واحد بيحب النادي الاهلي بطريقته، ازاي تاخد الشاب ده توجهه في الحته الصح اللي يخدم بيها ناديه ويخدم بيها نفسه بدون تجاوز، بدون زي اللي اتربينا عليه طول عمرنا في النادي الاهلي. وبالتالي دي من احد اهم ادوار لجنه الشباب، بيجي لنا شباب من سن يمكن 15 و16 سنه في سن اللي بيبقوا فيه يمكن الحماس واخد شويه لحد سن ال 35 وال 40 وهكذا. بنبدا نوجه الشباب دي بشكل انت عندك حاجه عاوز تخدم بيها النادي الاهلي، تعالى انا قاعدك مع المسؤول، بس انت لازم تكون متحمل المسؤوليه دي، عارف انت هتقعد مع مين وهتتكلم ازاي، اعمل برزنتيشن، اكتب بالكلام منمق منظم، تكون عارف انت داخل بتتكلم مع مين وبتتكلم في ايه عشان يبقى له قيمه. لما بيحس الشاب بده بيبدا يتفاعل ويشتغل
وبيطور نفسه حتى في عمله في دراسته بشكل. على ذكر الحماس، لما الحماس يعني يكون متوجه صح والغرض نبيل بيبقى حماس محمود بل ومستحب. طبعاً طبعاً. لكن في كتير من الأحيان زي ما شاهدنا في الفترات الأخيرة ساعات الحماس ده يعني بيودينا لسكة تانية زي التنمر، زي فكرة التعصب المبالغ فيها. وبرضو لمسنا من خلال برضو كام شهر اللي فاتوا ان كان فيه مجموعة من المبادرات كلها ماشية في سكة ان لا للتعصب، بغض النظر ان ده كان عنوان المبادرة ولا لا، فكرة منع التعصب. ايه دور لجنة الشباب في حاجة زي كده؟ احنا الجمعة اللي جاية تماشيا يعني من مع مبادرة لا التعصب اللي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، عاملين ماراثون للجري في فرع زايد ان شاء الله تحت شعار لا للتعصب. احنا الفكرة ان حصل متغيرات مؤخرا على الساحة الرياضية كلنا لازم نستغلها، كلنا لازم ما ننساش ايه اصل الرياضة وايه اصل الـ ايه هدف الرياضة. احنا في الاخر الرياضة هي وسيلة تسامح وتفاعل بين الناس، لا عمرها كانت وسيلة خناقة ولا تنمر ولا مفروض. ولا للأسف الشديد اللي كنا بنشوفه الفترة اللي فاتت، بالعكس. ولذلك كانت المبادرة بعد التغيرات اللي حصلت الفترة اللي فاتت كلنا اشتغلنا عليها، وان شاء الله الفترة اللي جاية لجنة الشباب هتاخد مع كمان بعد ما فات مجلس الإدارة مع الوزارة نفسها كمان هنبتدي نتحرك في تحركات في الاتجاه ده إن شاء الله، عشان الشباب يفهم الفرق ما بين الرياضة واللي كان بيشوفه الفترات للأسف الفترة اللي فاتت يعني. طيب قبل ما نكمل ممكن بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم على طول. كل حضراتكم من جديد، عودة لضيفنا العزيز الأستاذ أحمد حسام عوض رئيس لجنة الشباب بالنادي الأهلي. وأثناء الفاصل نهاوند أثارت نقطة في منتهى الأهمية بل وفي منتهى الخطورة كمان. أولها أنا؟ لأن بجد دي نقطة مهمة جدا وقافة لمعظم الشباب اللي ما كانش كله. إحنا في الفاصل أنا وكريم أستاذ أحمد كنا بنتكلم عن فكرة هنا من المبادرات أو ضمن المبادرات اللي لجنة الشباب يعني بتعملها، هل هي هنا بقى اختصت بالإقلاع عن التدخين؟ لأن فعلا ممكن التدخين يدخلنا في أضرار أخرى ومصايب أو كوارث بعد كده، فدي ممكن تبقى فكرة كويسة. زي ما قلت لكم قبل الفاصل ان احنا اوبن لاي دور مجتمعي او مقترح، فاحنا بنتكلم في الفاصل يمكن الكلام جاب بعض وفكره حلوه جدا جدا ومحترمه جدا ممكن نبتدي نفعلها الفتره الجايه نبدا نقدمها للاداره التنفيذيه. بس هي في صلب ملف يعني الشباب، غير بقى كمان ملف الشباب في صلب فكره ان ده نادي رياضي طبعاً اجتماعي. فاجتماعيا احنا بنتكلم على افه بيعاني منها كتير من الشباب، وزي ما نهاوند قالت ممكن تعتبر بوابه للمزيد من المصايب. وطبعا على الصعيد الرياضي مش محتاجين نتكلم على طبعاً يعني التدخين والرياضه يعني الجمله حتى مش ماشي. لا افه طبعا بلا نقاش، للاسف جزء كبير من الشباب مش متخيل مدى اضرار العاده السيئه دي، وبالتالي لا بالعكس يمكن هنبتدي نفعل حاجه زي دي نبدا نقدمها للاداره التنفيذيه ونشتغل عليها بمقترح هايل يعني اكتر من هايل يعني. كويس جدا، يبقى احنا نعمل اجتماع كده نشرب سيجارتين مع بعض ونفكر ازاي نكافح التدخين. بالظبط كده. لا بس فعلا انتوا بتناقشوا موضوعات مهمه وبتحاولوا تحلوا مشاكل مهمه جدا بيعاني منها كتير جدا من الشباب. لان احنا لو بنتكلم مثلا على حاجه زي التدخين، لو بنتكلم على فكره عدم ممارسه الرياضه، كل دي امور بيخيل ان هي يعني في صلب وفي صميم عمل لجنه الشباب. طبعا زي ما قلت لك دي حقيقه. احنا كمان مش بس بنشتغل على ده يا كريم، احنا بنشتغل ازاي الفئه العمريه الشابه اللي ممكن مشغوله في جامعتها او في شغلها او في امور الحياه اليوميه، يعني ازاي تبدا ترجع تلعب رياضه حتى بشكل يومين ثلاثة بس في الأسبوع. يمكن ابتدينا دلوقتي برضو بنجهز فعالية كده عاوزين نقدمها لمجلس الإدارة، عاوزين نعمل دورات. مش احنا دايما كل الناس مهتمة بس بكرة القدم، احنا عاوزين ان كمان نجذب الشباب اللي مهتم بالباسكت وبالهاندبول يمكن اللي كانوا بيلعبوا زمان او بيتمرنوا وهم صغيرين. خلي بالك ده قطاع كبير جدا من الشباب يمكن كان بيتمرن وهو صغير وبعد كده بطل لسبب او لاخر. عاوزين نبدا نرجع الشباب دول تاني، نعمل فعاليات رياضية خفيفة في الثلاث فروع، نرجع الناس دي تلعب رياضه ويبقى الرياضه جزء او روتين زي ما بتروح شغلك، زي ما بتتابع امورك اليوميه بشكل طبيعي تكون الرياضه جزء من يومك او على الاقل يومين ثلاثه في الاسبوع. دي فكره حلوه انك تستعين برياضيين قبل كده كانوا طبعاً متواجدين يعني ينقلوا خبرتهم طبعا، وكمان يكونوا افضل مدربين طبعاً. يعني عارف ما تجيب حد متخصص هو اللي يدرب فدي تبقى نقطة طبعاً كويسة طبعاً. طيب الشق النفسي لو هنتكلم بقى، لأن برضو أكتر فئة ربما بتعاني أو عندها اضطرابات نفسية هي فئة الشباب يعني من سن نتكلم أول تينيجرينج اللي هو 12-13 سنة ولغاية بقى مثلا هنقول شباب يلا 45 سنة. نفسي لمجاملتك الرقيقة.
وربنا يجبر في خاطرك يعني. فدول بيبقى في مشاكل صعوبات، هل انتم مهتمين برضو بالمبادرات علشان تحسين الفكره هنا او الشق النفسي؟ بصي ما دخلناش في مبادره مباشره للحته دي، بس احنا عمالين نديك افكار يا استاذ. بالظبط، انا هاجي اقعد معاكم كل يوم. لا ما دخلناش في مبادرات مباشره بالشكل ده، ولكن زي ما انا ذكرت في كلامي قبل كده، الشاب النهارده بيجي لنا شباب كتير يقول لي احمد انا عندي فكره ومحدش بيسمعني، او انا وخلي بالك دي برضو من احد قيم النادي الاهلي على المستوى الاداري، من اول كابتن محمود الخطيب لحد اصغر حد. لما احنا حتى كشباب بنروح لحد من اعضاء مجلس اداره شباب او كبار، بياخدك من ايدك ويقدمك للمسؤول، سواء كان الكابتن الخطيب او ايا كان من اعضاء مجلس الاداره، يقول لك الفكره دي متقدمه باسم فلان الفلاني. ونفس التسلسل بيحصل معانا مع الشباب. الشاب لما بيحس ان حد مهتم ان يوصل فكرته باسمه بتفرق معاه جدا نفسيا، وبيبدا يشتغل عليها بشكل افضل، وبيبدا يعملها بشكل محترف، ويبدا يذاكرها بشكل افضل. وبالتالي دي من الحاجات اللي بنطورها بشكل غير مباشر في الشباب يعني. طب احنا عايزين نعرف من حضرتك برضو يعني، حتى ولو في صوره رؤوس اقلام، مجرد عناوين للملفات اللي انتوا حاطينها في خطتكم المستقبليه الفتره اللي جايه ان شاء الله، هتشتغلوا على ايه؟ خلينا نتكلم على الحاجات اللي اوريدي احنا واخدين بيها موافقات، واوريدي هيحصل بيها فعاليات. زي ما قلت لكم هنبتدي ماراثون لا للتعصب ده الجمعه اللي جايه، الجمعه اللي بعدها عاملين برضو فعاليه لل تماشيا مع وزاره مع مبادره وزاره الشباب والرياضه درجتك صحتك، برضو حاجه للعجل فرع زايد. من الحاجات اللي بنفكر فيها ولسه بندرسها ولسه هتتقدم لمجلس الاداره، كنا عاوزين نعمل حلقه وصل ما بين شباب النادي الاهلي وما بين الوزاره او الجهه المسؤوله بالشباب اللي هي تتمثل في وزاره الشباب والرياضه المصريه. ازاي لو عندك فكره او فعاليه او مشروع نبدا ناخدك ونوصلك بالمسؤولين في وزاره الشباب والرياضه، والحقيقه هم ناس بيحاولوا يساعدوا بكل الطرق الممكنه الحقيقه يعني، مهتمين جدا جدا بالتعاون مع النادي الاهلي في ملف الشباب. واجتمعنا بالساده الوزراء يعني بالسيد الوزير كذا مره بكل معاونيه، عاوزين يتعاونوا بكل الاشكال الممكنه. فازاي يعني لجنه الشباب تشكل حلقه الوصل ما بين الشباب النادي الاهلي وما بين الوزاره، بحيث مشروعك يطلع للنور من خلال قنوات الوزاره الشرعيه يعني. طيب يعني الوقت تقريبا خلص، بس انا هرجع تاني للسؤال بتاعي اللي هو الخاص بالصحه النفسيه. وهل في ممكن نقول مثلا مبادرات قادمه بتتكلم عن محفزين مثلا للشباب، فكره هنا اللي هو اسعى حقق حلمك مهما في صعوبات، ان في شباب كتير جدا بيبعتوا لنا احنا على الهاشتاج بتاع البرنامج بيتكلموا معانا في ده، يعني لما بنجيب مثلا ضيف من اصحاب الهمم وبيكون بطل وبيحقق حاجات كتير في حياته، هو بيقولوا لنا ان ده نموذج ادانا طاقه ايجابيه، فبتفرق الشق ده بيفرق بشكل كبير. دي نقطه. فهل ده ممكن يكون ربما في يعني في المستقبل برضه؟ دي نقطة مهمة جدا برضو، من الحاجات اللي كنا بنفكر فيها ازاي تجيبي نماذج شبابية ناجحة تدي حاجة إيجابية للشباب بشكل عام، حد ناجح في شغله، حد ناجح في رياضته، حد ناجح في حياته العملية، في حياته المهنية بشكل عام يعني. أي نموذج، أي نموذج من أصحاب الهمم زي ما أنتي قلتي. نبدأ نجيب 5-6 نماذج يتكلموا مع الشباب في توك مفتوحة في فروع النادي الثلاثة، من الحاجات اللي احنا ناويين نقدمها إن شاء الله الفترة الجاية. رائع جدا، كل التوفيق أستاذ أحمد حقيقي. دي هتبقى أفكار حلوة، وكمان اللي هم اللي استطاعوا إن هم يخفوا برضو من أمراض معينة، الأمراض الخبيثة أو غيره، برضو إن هم يحكوا، دي بتبقى طبعًا بتفيد طبعًا جدا طبعًا أي شخص. نورتنا يا فندم، نورتنا حقيقي. شكرا لوجود حضرتك معانا، وموفق يا رب دايما إن شاء الله.